بالنسبه للقدره الشرائيه بزياد الناس في هذه العواج راه نقصت واحد، كم عارفين مع المشاكل ديال كورونا اللي يلاه خرجنا منها بحال اللي قلتي بدينا كنعيشوا اسباب ديال كورونا اللي اسميتو بدينا المعاناه ديالها بدينا كنعيشوا بالنسبه للناس والكليان الزبناء اللي كيزورونا في القيصريه ديال الحي المحمدي. اش غنقول لك اكثريه النص ديالو ما بقاش كيجي بعد القيصريه حتى القدره الشرائيه عند الناس نقصات، وملي كتبغي تبيع وتشري مع شي كليان وداك الشيء مساكن الله يكون في العوان. المهم الناس باغيين يشريوا لوليداتهم وداك الشيء، ولكن القدره بحال اللي قلتي الماده نقصات عندهم، فلوس السيوله نقصات والرواج كيف كان ما بقاش. المهم حنا كنتمناو ان شاء الله ترجع الامور كيف كانت وتصدر عاوتاني الوقت وداك الشيء. المهم هذا المشكل كاين مشكل ديال الغلاء والاسعار في جميع سميتو اكثريه اسعار المواد الغذائيه هي اللي استنزفت المواطنين المغاربه، واش فهمتي جيوب ديال المواطنين المغاربه اسعار المواد الغذائيه هي اللي استنزفت الجيوب ديالهم، وكان الناس باغيين يشريوا لولادهم ولكن كما كيقولوا الله غالب. ونتمنوا الله سبحانه وتعالى المواطنين ديالنا يرجعوا عاوتاني، وكنرحبوا بجميع الزبناء في القيصريه الحي المحمدي. بالنسبه للملابس كل شيء موفر، الاحذيه موفره، ولكن واخا كاين بعض شويه الزيادات بسيطه ولكن ماشي بحال المواد. حنا راه الاثمنه عندنا منبسط كما كانت، وبالعكس كاع في متناول الجميع، ولكن كما قلت لكم القدره الشرائيه راه نقصت. ومن الامور مزيانه الحمد لله بخير، ولكن الوقت راه شويه على حسب الامكانيات ديال المواطنين، فهمتي؟ القدره الشرائيه راه ناقصه شي شويه على حسب الوقت، راك عارف يعني كل شيء مزيود كل شيء. يعني حتى بالنسبه للصناعه التقليديه الانسان اللي كيخدم صناعه تقليديه حتى هو مزيود عليه يعني بالنسبه للمواد باش كيخدم، يعني اي حاجه بالنسبه للجلد بالنسبه للطريسيات باش كيخدموا بالنسبه للكوله بالنسبه لاي حاجه، يعني مثلا مزيود عليه 20 درهم 25 درهم. يعني بالنسبه مثلا البياسه كنتي كتشري تاخذها مثلا ب 30 درهم دابا كتاخذها ب 40، اللي كتاخذ 50 كتاخذ 65. المهم الحمد لله بالنسبه لهذا العام مع العام اللي فات راه كاين الفرق، هذا العام احسن من العام اللي فات. يعني بالنسبه للانسان كيتحرك كيدور يعني ما بقاش خايف. بالنسبه للعام اللي فات كنا كنصدوا مع 6، يعني كتخدم حتى 6 ديال العشيه كتصد ماشي بحال هذا العام كنخدموا مورا فطور. الانسان كيحل راه يجيب والله هادشي اللي كاين، يعني ما كتبقاش بلاش. الانسان كدير السبب والكمال على الله سبحانه وتعالى، سواء بالكثير سواء بالقليل، اللي جاب الله راه كتقضي الغرض، هذا هو اللي كاين. اما بالنسبه يعني الامور باش ترجع كي كانت شحال هذه راه مازال يعني كترجع تدريجيا شويه بشويه، بين ما تقدت القطاعات الاخرى، يعني القطاعات يعني مثلا اللي كتحرك اي واحد، يعني هذا الشيء راه بحال السلسله، شي كيحرك شي، ملي غيتقادوا سميتو الاخرى غيتقادوا حنا حتى حنا شي شويه والامور غادي تمشي مزيان ان شاء الله تعالى. كما كتشوفوا هنا في محل ديال البلدي ديال النساء اللي هو اللباس التقليدي ديال النساء، وهنا راه عندنا تبارك الله راه عندنا السلعه اللي هي منوعه، اتكيشطات خفيطنات كاينين، عاوتاني جليلبات اللي هما اثواب مختلفه بحال مثلا الكريبتو سوا، كاين عاوتاني المليفه، كاين عاوتاني كاينين اثواب مختلفين. وحنا في هذه الفتره ديال رمضان عندنا شويه ديال الاقبال هذا العام مع التداعيات ديال الكورونا، وكاين شويه ديال الازمه، وباقي حتى حنا ما خرجناش من ديك الازمه ديال الكوفيد، كان كاين واحد الاقبال اللي هو ضعيف شويه، ماشي ذاك الاقبال كما كان في السابق. عندك اقبال هذا رمضان شويه الاقبال شويه ضعيف، واخا الناس السلعه كما كتشوفها هي راه موجوده السلعه كلها كاينه، ولكن الاقبال ولكن دابا العرض اكثر من الطلب. اليوم الاقبال كاين شويه ضعيف، هاد السيمانه من نهار دخل رمضان حتى لدابا الاقبال كان ضعيف بزاف. حيت الثمنه عندكم يعني الثمنه المناسبه من 120 وانت طالع، كاين على حسب الماركه ديال الشخص اللي غيلبسها هو. مثلا كاين مثلا غاندورا كاين هادي كاين مثلا كنجيب مثلا كتباع 170 درهم 170 درهم كتباع، وكاين عاوتاني هاد الطرواب بياس هادي كنا مثلا هاد الطرواب بياس هادي كتباع ب 55 الف 11000 ريال. ولكن الحمد لله ملي كيجيك شي مواطن كيبدا يقول لك لا راه انا راه ما عنديش ودست بواحد الازمه وهادي كتحاول تصاوب معاه، ما غاتخليش تخليه يمشي. كيجي عاوتاني اصلا مع ولادو صغار كيبغي شي حاجه صغيره مثلا بحال هادي كيقول لك انا مثلا كتقول لي 120 درهم كيقول لك لا خلي لي ب 80 درهم، ما غادي حتى انت تملك.